مساء الخير على كل اللي بيشوفونا على تلفزيون النهار. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، والغرض منها اساسا ان احنا نعيد القوام الجمالي المطلوب. المشاكل العمود الفقري بتكون ألمها مبرح جدا. قصور في العظام بواحد عام ليها اشكال. عايزين نروح لنقطه ثانيه يا دكتور، وهي التجاعيد. احنا بنتكلم بقى على الوزن الكبير، حبوب الشباب والاثار الجروح. جسم ربنا عامله خلي بيتفاعل مع اي جرح. ازاي نخلي حياتنا وصحتنا احسن؟ شوفونا فقرات ثانيه من ازاي صح.